بسم الله الرحمن الحيم. سي لو تروازيام كور دو فرونسي بور لي دوبيتون، المحاضرة الثالثة لتعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله إحنا هناخد فيها verb être و verb avoir. هناخد فيها فعلين مهمين من أفعال اللغة الفرنسية، هو فعل être أو الكينونة و verb avoir. هنبتدي الأول بverb être. قلنا إن verb être بيعبر عن الكينونة، يعني عايز أقول أنا أكون. أنا أكون en français لها قاعدة، لازم أعرف الverb être ده شكله بيكون عامل إزاي مع كل ضمير. بشكل عام نقدر نقول إن اللغة الفرنسية تشبه إلى حد ما اللغة العربية في إن كل فعل ليه شكل خاص مع الضمير اللي بيتصرف معاه، مش زي الإنجليزي. اللغة الفرنسية كل ضمير ليه صورة خاصة مع الفيرب لما نيجي نصرف معاه. نشوف كده فيرب آتر شكله زي مع الضمائر. احنا في المحاضرة السابقة كنا أخذنا الضمائر أو البرونو سوجي ضمائر الفاعل، وعرفنا إن هي جو تو إلا ومعها الضمير الغائب ال اللي هو هي، نو نحن، فو أنتم، إل افك اس وال افك اس اللي هو هم أو هن. طيب نشوف شكل verb être مع كل ضمير من الضمائر دي ايه. أول حاجة بقول je suis. je suis يعني verb être مع je بيكون suis. je suis. tu y es. tu y es يبقى verb être مع الضمير tu بيكون شكله ايه. il est. il est. وانا كتبت هنا البس لان ال وإلا سواء ال هي الضمير الغائب او إل بياخدوا نفس التصريف، يبقى فيرب اتر مع الإل او ال بيكون اي. نو سوم يبقى فيرب اتر مع نو بيكون سوم. فو زيت verb être مع الضمير vu بيكون ات. طب مال الصوت الز ده جه منين؟ لما تكون الكلمه بتنتهي بحرف ساكن اس والكلمه اللي ورا منها تبتدي بحرف متحرك لازم يدينا الصوت ز. نعمل حاجه اسمها ليزون، يعني بشبك الكلمتين في بعض وبيخرج لي الصوت ز. ز فوزيت. فوزيت. في حالات تانية كتير للليزون هنقابلها واحنا ماشيين، وكل ما تيجي حالة هنشرح الصوت جه منين وسببه ايه. نكمل إلسون. يبقى فيرب اتر مع الضمير إل افيك اس سواء المذكر او إل افيك اس المؤنث بيكون سون. On répète, encore, je suis, tu y es, il est, nous sommes, vous êtes, Elles sont. En complète. Exemple, amsela. Je suis un homme. يبقى أنا المفروض أنا أكون رجل، بس في اللغة العربية إحنا مش بنكرر، يعني أنا رجل. Je suis un homme. نقولها بطريقة أسرع شوية. Je suis un homme. Je suis un homme. شايفين الصوت الز؟ حرف الاس جه ورا منه حرف متحرك ادانا الصوت ز. Je suis un homme. Je suis un homme.
Tu y es français. Tu y es français. أنت فرنسي. بكلم هنا على الجنسية. Tu y es français. Tu y es français. Il est docteur. Il est docteur. Il est médecin. Il est médecin. Docteur ou médecin, tu dis نفس المعنى الطبيب. Il est enseignante. Il est enseignante. خدنا بالنا هنا il est enseignante. انا هنا نطقت حرف الت مع ان انا فوق قلت il est docteur. قاعده ثانيه للليزون او الوصل، لو جه حرف ساكن اهو ورا منه حرف متحرك اهو، انا بقول ايه il est enseignante، نطقت حرف الت. Nous sommes riches. Nous sommes riches. أسرع شوية. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Vous êtes débutant. Vous êtes débutant. Vous êtes débutant. طيب أنا بستعمل verb être ليه أو بستعمله فين؟ فيرب اتر من الأمثلة اللي فاتت أقدر أعبر بيه عن جنس، أو الأم رجل، فام امرأة، في بنت، أعبر بيه عن جنسية زي كلمة توي فرنسي، أنا عبرت عن جنسيته. أتكلم بيه عن مهنتي أو وظيفتي أو وظيفة حد تاني. أتكلم عن صفة مادية أو معنوية في الإنسان زي ريش والدوبيتان. الثروة أو الثراء صفة مادية، الدوبيتان أو إن أنا أكون مبتدئ في حاجة دي صفة معنوية.